طبعا ستكلف كاينه نقطه اليوم في جدول الاعمال. طبعا احنا ممتنعين فيها كعداله وتنميه، ما صوتوش عليها بالايجاب، وهي ستكلف شركه سونار جيس المعروفه بانها كتصوب الملاعب على المستوى الوطني، ستكلف بملعب محمد الخامس لتحل من حيث التاهيل محل شركه كازا اميناجمون اللي يلاه صيرت 220 مليون ديال الدرهم، 22 مليار، وحنا شفنا النتيجه كي دايره، نتيجه سلبيه، والتقارير ديال المجلس الجهوي والحسابات حتى هي سلبيه مع كامل الاسف. وكذلك بالنسبه للشركه اللي هي شركه كازا ايفنت، رغم ان شركه كازا ايفنت ما مسؤوله على جميع الاختلالات اللي كاينه في الملعب، باش نكونوا منصفين، يعني جزء منها مسؤول عليها ولكن جزء منها ما مسؤولش عليها. كازا ايفنت حتى هي غتحيد، غتلغى معها الاتفاقيه، وعندنا معها اتفاقيه اخرى غتبقى، ولكن هذه الاتفاقيه ديال الملعب غتلغى مع كازا ايفنت، وغادي تحل محلهم بجوج، غتحل محلهم شركه سونار جيس. ولكن هذه شركه سونار جيس، يعني هذا المنقذ من الضلال وهذا المخلص اللي كنقدموه الان في المجلس على اساس انه مخلص، راه عندهم مشاكل. سونار جيس عندها مشاكل في واحد مجموعه الملاعب اللي كاينه على المستوى الوطني، اللي عندها كذا، ماشي شي تجارب فضله متلا زعما راه هي غتنقد الملعب ديال الدار البيضاء. فخاص واحد التفكير، خاص تفكير جد، خاص تحل جذري. واش عباد الله ملعب اللي بعد الجوانب ديالو كانوا مانعين عباد الله ما يريحوش فيها، خايفين ولا يهوى بهم وخايف ولا يريب، واش هذاك غنزيد نخسر عليه مازال 250 مليون ديال الدرهم اخرى، 25 مليار اخرى من بعد ما صرفت عليه 22 مليون ديال الدرهم، 22 مليار سنتيم، 220 مليون درهم مع كازا اميناجمون. يعني هذا ماشي تدبير، خاص يكون خاص يتنقل هذاك الملعب من تم، وخاص يمشي للمدينه الرياضيه المقترحه، وكما دارت كاع الدول كلها والمدن والعوالم والعواصم الحضريه العالميه، انها كتدي ديك المرافق الرياضيه اللي كتبغي مساحه كبيره، مسافه كبيره، وكتديها للضواحي باش يكون واحد النوع من باش هذوك الناس ديال المعارف والناس ديال المحيطين بالملعب تهنوا شويه من ذاك الكابوس ديال الشغب اللي كيوقع تما، اللي هو عقوبه ساعه في الجحيم كل ما كانت شي تظاهره رياضيه، يعني كيعيشوا هذوك الناس تما الرعب. انا الاول اللي حل هذا المشكل، هذا هو الاشكال. دابا هاد واخا سيدي ها 250 مليون ديال الدرهم مرصوده دابا تعطيها التربيه الوطنيه والرياضه، ياك اشنا هي الدراسه؟ فين هي ليتود؟ ما عطوناش ليتود ديال ليستيماسيون، لان الاشغال كدار بناء على ديزيستيماسيون، ديزيستيماسيون كيحطوها ديزانجينيور اللي عندهم خبره في البناء وخبره في كل حاجه باش كتطلع، وكيحطوا واحد الغلاف مالي. فدابا هاد 250 مليون ديال الدرهم ما عطاوناش على ليتود اللي دارت عليها، باش بانه خاص ربما يكون اكثر، خاص يكون اكثر من 250 مليون ديال الدرهم، خاص يكون قل. فثم انه واخا ها 220 مليون ديال الدرهم تصرفت، الله صرفت 220 مليون درهم جايبين 250 مليون درهم اخرى. فالحل ماشي في الترقيع، ولكن نظرا للاستحقاق المقبل ديال الكاف وديال المحققه ديال كاس افريقيا الامم، وكذلك بالنسبه لكاس العالم اللي فيه ترشيح ثلاثي ديال المغرب، يعني راه الان الانسان باغي يضرب اللي كان وصافي. هذا هو الاشكال اللي حصل في المجلس.